سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نتكلم لكم على في هذا الفيديو عن واحد المنتوج اللي استعملته هذه عامين وعجبني بزاف، وقلت نشاركه مع البنات علاش لا. المهم هذا المنتوج هو كريم اساس فيشي ديرما بلان 3 دي كوريكسيون. الثمن ديالو 200 درهم من البارافارماسيان، وكل بارافارماسيان حسب الثمن ديالو. المهم انا كناخذو 200 درهم. المهم بالنسبه للمعلومات اللي كاتبين فيه انه كيغطي اي من خلال التجربه ديالي، التغطيه ديالو رائعه وكيوحد لون البشره. مثلا الا كان عندك شي سيكاتريس في وجهك او اثار الحبوب كيغطيهم وما كيبقاوش يبانوا، وكدوم مده طويله. كيصلح الا كنتي في شي مناسبه او في شي عرس، ما كتبقاش تضطري انك تعاودي الفوندو تان، كيبقى وجهك بحال يلاه درتي، وما كتحتاجيش تعاودي ديري فوندو تان اخر. المهم كيبين الوجه صافي. وحاجه اخرى اللي فيه زوينه وعجباتني هي الاس بي اف بنسبه 35، يعني واخا تعمليه وتخرجي في الشمس ما تخافيش منه. صراحه هذا الفوندو تان انا عجبني وخطير جدا صراحه، كيجي معاه كاع انواع البشره. المهم انا جربته في صاحبتي، بشره ديالها دهنيه جا معاها، وانا البشره ديالي جافه حتى هو جا معايا، يعني كيخلي واحد ليفي في البشره زوينه بحال لوبو دي بيبي، وكيبقى معاك لمده طويله. واخا كاتبين فيه انه 30 مليلتر، انتم البنات واخا كاتبين فيه 30 مليلتر، فهو كيبقى معاك مده طويله. انا العبوه وحده كدير لي لمده حتى 4 شهور او 6 شهور كاع الا كنت ما كنديرهاش بزاف. يعني هو اقتصادي، منتوج اقتصادي، كديري منه غير نقطه كتغطي لك البشره كامله، يعني ما كتكثريش منه غير نقطه كدي ليه. وكنتمنى نكون فدتكم فيما يخص هذا المنتوج وفوندو تان فيش ديما براد. انا ما كنديرش ليه الاشهار، انا غير عجبني وكنستعمله ولقيت فيه راحتي. بغيت نشارك مع البنات، شارك فيه البنات انهم حتى هما الا بغاو يشريو يعرفوا المعلومات عليه. هذا ما كان مهم، خليت لكم الراحه وكنتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي بالضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلوا الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله.